لما قامت الثورة في مصر كانت السودان ضمن مصر، يعني ايام الملكية كانت السودان ضمن مصر، يعني مصر والسودان دولة واحدة. بعد الثورة العربية الوحدوية انفصلت السودان، انفصلت السودان في زمن ما بعد الثورة لعلمكم، صارت دولة لحالها ولا كانت مع مصر. ها هذولا كلنا رفع كل ما اذا الشعارات اللي ترفع ليش ترفع؟ اعطونا الثمار، احنا ما بنقصنا، يعني مش ناقصنا بس وحدة حرية اشتراكية، وحدة حرية، بعدين وين حرية ايش؟ هاي حرية ايش؟ اخذونا في العالم كله من كثر ما هم ظلمة وباطشين واليوم بتشوفوهم، واليوم بتشوفوهم على فكرة مين هم؟ مين هم؟ انا مليون مرة قلت كل من يحكم بدون ما تختاروا شعبه، هذول الناس، هذول الناس على فكرة بلغوا بفجورهم وظلمهم الى درجة لا يتصورها بشر في القرن